بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم احمد سلامه. هنكمل مع بعض ان شاء الله سلسله السي سي ان اي 2120 ان ديبس. يعتبر كده جبنا جزء كبير جدا من الان بلس، حطيناه جوه السلسله. طيب توقفنا عند فين؟ توقفنا عند الاي بي ادريسنج، اي بي فيرجن 4 بالتحديد. طيب خلصنا الاي بي الاستراكشر بتاعته والمعماريه والكلاسز وما الى ذلك، والبابليك والبرايفت والنات ازاي بيعرف ما بينهم في القصه بتاعت الاي بي ادرس. بعد كده دخلنا على السبنيتنج، اتكلمنا في السبنيتنج بكل بساطه في حاجه اسمها الفيكسد لينس سبنت ماسك، او تجزيء الشبكات الى اقسام متساويه. يا جماعه يعني احنا كنا بنخش على الشركه نقسمها لعده اقسام، بس كل قسم بيكون فيه نفس عدد الهوستس. فكنا بناخد الاي بي مثلا من كلاس سي ونقسم الاي بي ادرس دوت مثلا ليه شبكتين، كل شبكه بتشيل 126 هوست طبعا بلس النتورك اي دي والبرودكاست ادرس. طيب انا محتاج اعرف ايه قبل ما اخش على الفاريبل لينس سبنت ماسك، ودي اخر حته ممكن نقفل بيها الاي بي. هندي شويه نصايح بعديها، بس في شويه حاجات ريكومند كده لما تيجي تعمل القصه بتاعت السبنتنج ديت، ودي اهم حته اصلا في السبنتنج. بس اللي مش فاهم الفيكسد لينس سبنت ماسك مش هيفهم اي حاجه من اللي احنا هنقولها النهارده، لان ببساطه الفيكسد لينس سبنت ماسك هي مجموعه من الفاريبل لينس سبنت ماسك مجموعه من الفيكسد لينس سبنت ماسك. يبقى احنا هنمسك الشبكه نشتغل بيها زي ما كنا شغالين في الفيكسد لينس سبنت ماسك، هنقطعها لاجزاء متساويه، بعد كده ناخد منها قطعه ونرمي الباقي مش هنحتاجه، بعد كده نقطع تاني لاجزاء متساويه وناخد قطعه ونرمي الباقي مش محتاجينه. علشان ما اطولش عليك، انا محتاج ايه قبل ما اخش في الجزء ده؟ محتاج ابقى فاهم البرفكس نوتيشن بيتجاب ازاي والتحويل بتاعه، يعني ايه برفكس نوتيشن؟ الاختصار لما تشوفه تبقى فاهمه. طيب محتاج اعرف ازاي بجيب النتورك اي دي. طيب ايضا محتاج ازاي احدد الفيرست هوست واللاست هوست، وازاي احدد البرودكاست ادرس. تمام، يبقى اذا انا محتاج ابقى فاهم كويس القانون بتاع النمبر اوف اساينبل هوست والنمبر اوف اساينبل ادرس او سبنت، سوري، والنمبر اوف سبنت. يعني ازاي بجيب عدد الشبكات من السبنت ماسك، وازاي بجيب عدد الاجهزه او الهوستس اللي موجوده جوه الشبكه الواحده في السبنت ماسك. فببساطه لازم تراجع على اللي فات كويس، تبقى فاهمه، تبقى حليت اكسرسايزز عليه كويسه، حليت شويه امثله مش بطاله، بعد كده تخش معايا على الجزء بتاع الاي بي فيرجن 4 فاليبل لينس سبنت ماسك، ودي اخر حته ان شاء الله في الاي بي مش هنحتاج بعديها. طيب السيناريو كالاتي، بيقول لك ان في الريل لايف سيناريو، تمام، بعض الشبكات بتبقى محتاجه لارج نمبر اوف هوست ادريسز، يعني بعض الشبكات او بعض الاقسام الديبارتمنتس اللي عندك بتبقى عايزه عدد اجهزه او عدد اي بيهات كتيره، بيكون فيها عدد اجهزه كبير، تمام. وبعض الشبكات في شبكات تانيه او في اقسام تانيه بتبقى عندك جوه الشركه مش محتاجه العدد الكبير ده، بتكون محتاجه عدد اقل. فانا مش منطقي ان انا اقسم الشبكه لاجزاء متساويه. ليه؟ لان انا ممكن يبقى عندي ديبارتمنت محتاج جزء كبير وعندي ديبارتمنت محتاج جزء صغير. فهي دي الفكره بتاعه الفي ال اس ام، ان انا هقسم الشبكه بقى لاجزاء غير متساويه، كل قسم على قد اللي هو عايزه، ولكن مش على قد اللي هو عايزه بالظبط. ليه؟ لان احنا فاهمين بقى خلاص من الفيديوهات اللي فاتت ان في اصلا ستاندرد او معايير ثابته احنا ما بنقدرش نطلع عنها. يعني قلنا ايه؟ لو انا الديبارتمنت عندي في 50 جهاز، انا غصب عني هديله 62 اي بي ادرس. ليه؟ علشان هستخدم 2.5، صح؟ في القوانين. فلذلك معلش لو انت مش فاهم اللي فات، ارجع راجع عليه تاني وبص عليه قبل ما تخش معايا على الفيديو ده، لان انا مش هشرح ان ديتيلز، انا هفهمك بس الستيبس بتاعت الفي ال اس ام عامله ازاي. يعني مش هرجع تاني افهمك الفيكسد لينس سبنت ماسك احنا بنقسم الشبكات ازاي وازاي نعمل سبنتنج ونخوض في قوانين، لا خالص، انا افهمك الستيبس عامله ازاي تقدر تطلع الفي ال اس ام بكل بساطه وبكل سهوله على السيناريو ده. طيب بكل بساطه بقى، هو قال لك ان انت راجل نتورك ادمنستريتور في شركه، الشركه ديت فيها ثلاثه ديبارتمنتس، فيها ثلاث اقسام، تمام. القسم الاول اللي هو الديفلوبمنت، الراجل ده بيحتوي على 74 كمبيوتر،
يبقى محتاجين له 74 اي بي ادرس ببساطه. يبقى عايزين شبكه بتشيل 74 اي بي ادرس، تمام. وعندك حاجه اسمها البرودكشن ديبارتمنت، عندك قسم تاني بيحتوي على 52 كمبيوتر، تمام، اجزاء غير متساويه وخد بالك. طيب وعندي قسم تالت بيحتوي على 28 كمبيوتر. طيب وقال لك بعد كده الديبارتمنتس ديت او الاجزاء ديت مربوطه مع بعض بوان لينك في اشكال الشبكات، حاجه زي المش مثلا، توبولوجي مثلا. فده وان لينك، الرواتب مربوطه ببعضها عن طريق الوان لينك دوت. فكل وان لينك بيريكواير 2 اي بي. يبقى انا عندي 3 وان لينك، لان يعني انا عندي 3 اجسام، فكل قسم فيه راوتر، والرواتر دي مربوطه ببعض، ادي 1 2 ادي 3، يبقى عندي 3 وان لينك، تمام. وكل وان لينك بيحتاج 2 اي بي ادرس، اي بي ادرس للفتحه بتاعه الراوتر هنا، واي بي ادرس للفتحه بتاعه الراوتر من هنا. يبقى هي ديت الشبكه بكل بساطه. انا محتاج بقى اقسمها او اشتغل على السب نت، يقسم لي الشبكه ديت لاجزاء غير متساويه، قسم ياخد 74 وقسم ياخد 52 وقسم ياخد 28 وثلاث اقسام اللي هم الخاصين بالوان لينك، كل قسم ياخد جهازين. طيب لازم نراعي حته مهمه قوي، ان هو هنا عايز 74 كمبيوتر، يبقى الشبكه لو هتشيل 74 كمبيوتر لازم اضيف عليها اثنين، واحد بتاع النتورك اي دي وواحد بتاع البرودكاست، ونفس الكلام في الوان لينك، ونفس الكلام هنا، تمام. فخلينا نشوف السيناريو ده بقى هيمشي ازاي. بكل بساطه ادي التقسيمه اهيت السيناريو يا جماعه، انا جايبه من الكمبيوتر نتوركينج نوتس، خش عليه موقع ظريف وادي التقسيمه بتاعته اهوت، ادي القسم الاولاني وادي القسم الثاني والقسم الثالث وادي الوان لينك ما بين الراوتر. طيب اول حاجه هرتب الاقسام عندي من اللارجد للسمول، يبقى من اللارج للسمول على طول، يبقى اكبر شبكه لاصغر شبكه. يبقى علشان اشتغل فاليبل لينس سبنت ماسك، همسك الشبكات اللي اتحطت عندي ارتبها من الكبير للصغير. يبقى انا اول قسم عندي هيبقى الديبارتمنت اللي هو فيه 74، بعد كده 52، 28، بعد كده الوان لينك بالترتيب. في اي مشاكل؟ يبقى دي الستيب الاولانيه بالنسبه لك. طيب الستيب الثانيه همسك بقى كل ديبارتمنت او اكبر ديبارتمنت الاول اللي هو ال 74، اجيب له شبكه تتناسب معاه. طيب الشبكه ال 74 ديت عشان اجيبها هي 2 اس كام؟ تديني 74 عشان اخرج 72 اس هوست. يا جماعه القانون بتاع الهوستس احنا كنا قلنا ايه؟ 2 اس اتش ناقص 2، والاتش دي بتبقى عدد الاصفار من اليمين في الجزء اللي بيعبر عن الهوست، صح كده؟ في السبنت ماسك، مظبوط؟ طيب يبقى 2 اس كام؟ 2 اس كام؟ هيديني 74، مفيش. طيب خلينا نبتدي من 2 اس 5، 2 اس 5 هتديني 64، طب دي ما تنفعش، انا عايز هوستات اكبر، يبقى 2 اس 6، صح كده؟ لو خدنا سوري 2 اس 5 ب 32، 2 اس 6 ب 64، فمش هتنفع ال 64. طيب لو خدنا 2 اس 7، 2 اس 7 تنفع، ليه؟ 2 اس 7 هتديني 128، صح؟ فال 128 اكبر من ال 74، خلاص يبقى تنفع، يبقى اتس اوكي، يبقى احنا هنشتغل بالشبكه اللي هي 2 اس 7. يبقى 2 اس 7 تبقى عباره عن 7 اصفار، صح كده؟ من اليمين، الكلام ده المفروض انت تبقى فاهم، في الاخر واحد. يبقى انا كده اقتربت من السبنت ماسك، لو هو بيشتغل من كلاس سي هو بيشتغل على الشبكه 192.168.1.0 على 24، هو بيشتغل بالشبكه دي، خد الشبكه دي عشان يقطعها. فانا اقتربت واحد من ال 24، يبقى البرفكس نوتيشن بتاعي هيبقى 25، 25 اللي هي هتبقى 3255.128، يبقى ده السبنت ماسك بتاعي. السبنت ماسك بتاعي ده ببساطه لما هاجي اقسمه اهو، احنا حلينا المساله في السريع، المفروض ده انت تبقى فاهمه يعني. لما هاجي اقسم السبنت ماسك بتاعي ده هيديني شبكتين، تمام؟ وكل شبكه بتحتوي على 126 هوست. 126 هوست زائد النتورك اي دي والبرودكاست اي دي. فهو قسم لي الشبكتين اهو، الراجل ريحني خالص. يبقى قال لك انت هتشتغل
باللينس اللي هو ال 25 بالفيكس سوري اللي هو ال 25. ولما تشتغل بالبرفكس 25 او السبنت ماسك بتاعك هيبقى سلاش 25، هيديك شبكتين سبنت 1 وسبنت 2. كل شبكه، الشبكه الاولى هتبتدي من 0 لحد 127، والصفر ده هيبقى النتورك اي دي، وال 127 ده البرودكاست ادرس، والفيرست هوست بالنسبه لك هيبقى 1، واللاست هوست 127. فهتروح واخد حضرتك الشبكه ديت وتشتغل بيها في الديبارتمنت اللي هو الاولاني. صعبه دي؟ عمليه عاديه خالص، احنا عملناها قبل كده. طب الشبكه الثانيه؟ لا خلاص مش عايزينها، انسى الشبكه الثانيه. بس خليك بقى فاكر نقطه مهمه جدا، ان احنا استخدمنا من 0 ل 127، ما جيش جنبهم ثاني بقى خلاص مع التوزيعات اللي انا هعملها. خلينا نشوف، اللي ما فهمش هيفهم من المثال اللي جاي ان شاء الله. طيب هو هنا اهو، ده الكلام اللي انا قلته لك. خلاص هو خد بقى الديبارتمنت اهو، قال لك الريكواير بتاعه هيبقى 74 هوست. طيب اشتغلنا على سلاش 25 اللي هو السبنت ماسك هيبقى 3255.128، النتورك اي دي بقى 0، الفيرست هوست 1، اللاست هوست 126، والبرودكاست اي دي هيبقى 127. ودي كده الشبكه الاولانيه، خلاص خدها ابتدي شغلها على الاجهزه اللي في الديبارت الاولاني، الديبارتمنت الاولاني. تمام؟ طيب عايزين بقى نشتغل على الشبكه الثانيه. طيب الشبكه الثانيه قال لك انا عايز 52 هوست. طيب هل 52 هوست ناخدها من نفس البرفكس نوتيشن اللي هو سلاش 25؟ سلاش 25 احنا افترضنا واحد، فبيشغلني على 128 اي بي، صح؟ بننقص منهم 2 يعني 126 هوست. طب انا يا عم مش محتاج كل ده، ده انا كل اللي محتاجه 52 بس. تمام؟ فال 52 احنا ممكن نشتغل على طول بال 64، صح كده؟ فعلشان نعمل ده يبقى دي كده مساله لوحدها ثانيه، خدها لوحدها كده وحلها على 52. هتاخد الشبكه بتاعتك الرئيسيه 168.1.0 على 24، عايزين نجيب منهم كام هوست يا عم؟ 52 هوست. 52 هوست هتبقى ببساطه 2 بقى اس 6، صح كده؟ 2 اس 6 ب 64. وال 2 اس 6 هتبقى عباره عن 6 صفار وواحدين، يبقى انا كده اقتربت من ال 24 دول 2، هتبقى دي سلاش 26. صح كده؟ المفروض انت فاهم الكلام ده. طيب فاحنا هنشتغل بسلاش 26 هتديني 4 سبنت، صح؟ كل سبنت هتديني 62 هوست طبعا، بلس النتورك اي دي والبرودكاست ادرس. تعالى هو قسمهم لك اهو، قال لك انا عندي السبنت الاولانيه هتبتدي من 0 ل 63، السبنت الثانيه من 64 ل 127، صح كده؟ خد بالك احنا التو سبنت دول اشتغلنا اصلا من 0 ل 127 في الديبارتمنت الاولاني، خلاص انساهم، يبقى دول كده ديد. يبقى انا هبتدي اخد التوزيعه بتاعتي من السبنت اللي انا ما استخدمتهاش يا جماعه، من اول كام؟ 128. فهاخد من 128 لحد 191. تعالى هو جاب لك التوزيعه، يبقى قال لك الديبارتمنت الثاني هيشتغل بالبرفكس 26، السبنت ماسك بتاعه هيبقى دوت 192. تمام؟ مساله عاديه خالص حليناها، بس هبتدي او هاخد السبنت اللي بتبتدي ب 128. ليه؟ لان انا من 0 ل 127 استخدمتهم في الديبارت الثاني. طب يا باشمهندس ما هو سبنت مختلف، هي دي القوانين بتاعت ال في ال اس. يبقى طالما انا استخدمت شبكه ما بستخدمهاش على بقيه السبنت يا جماعه، يبقى الشبكه من 0 ل 127 خلاص دي ديد بالنسبه لي، مش هستخدمها تاني، هستخدم اللي بعديها على طول. يبقى اللي بعديها من 128 بس هنقسمها على برفكس 26، يعني هيمشي لي 62 هوست. يبقى الفيرست ادرس بتاعك 129، واللاست ادرس 190، والبرودكاست 191. يبقى خليك فاكر ان احنا كده استخدمنا من 128 ل 191 في الشبكه الثانيه. وخلصت على كده، تاخد الشبكه دي
وتحطها عندك في الديبارتمنت التاني. طبعا احنا اللي احنا عملناه دلوقتي فيكسد لينس سبنت ماسك صح، بس بننقي منها شبكات. يعني الموضوع سهل جدا، الموضوع سهل جدا. انا عملت فيكسد لينس سبنت ماسك الاول، خليته على 5/25 وخدت منه شبكه. بعد كده خليته سلاش 26 وخدت منه شبكة تانية، بس تجنبت الشبكات اللي انا خدتها قبل كده. تمام؟ طيب هخش على الديبارتمنت بقى التالت. قال لك انا عايز 28 هوست صح؟ عشان اجيب 28 هوست هشتغل بالبرفكس 27 صح؟ هيديني 2 × 5 = 32 صح؟ وهيبتدي يقسمهم لك. مسألة عادية خالص فيكسد لينس سبنت ماسك اهو، لثمان شبكات وكل شبكة بتحتوي على 32 صح؟ 32 طبعا ناقص 2. فقال لك الشبكة الأولانية هتبتدي من 0 والبرودكاست هيبقى 31 وده النتورك اي دي، الفيرست هوست 31 تمام، الشبكة الثانية من 32 ل 63 صح؟ من 64 ل 75 ل 127 كل ده احنا استخدمناه صح كده؟ يبقى كل ده دي الديلي، لان لحد 127 انا استخدمته في الديبارتمنت الاولاني، من 0 ل 127 استخدمناه. طيب من 128 ل 159 ايضا استخدمناه، ومن 160 ل 191 ده استخدمناه في الديبارتمنت الثاني، يبقى ده ديد. يبقى انا هبتدي منين؟ من السبنت رقم 7، هاخد الشبكه 192 وابتدي احطها في الديبارتمنت الثالث. يبقى الفيرست هوست عندي 193، اللاست هوست 222، والبرودكاست ادرس 223. ادي اهو يا جماعه، يبقى انا سلاش 27 هيبقى السبنت ماسك بتاعي 224، الفيرست هوست 192 والى اخره. صعبه؟ يبقى احنا ايضا خدنا الجزء ده عملناه في مساله لوحده، طلعنا النمبر اوف هوست تمام، و تجنبنا كل الشبكات اللي احنا استخدمناها مع الديبارتمنت الاولاني واللي احنا استخدمناها مع الديبارتمنت الثاني، وخدنا شبكه منفصله تماما عنهم ولكن ببيرفكس نوتيشن مختلف او بسبنت مختلف تمام. وكده يبقى احنا خلصنا الشبكه الثالثه، ناخد الشويه دول نحطهم على الديبارتمنت الثالث، وقف الله المقرن شهر الكتاب وخلاص. طيب هاجي بقى للوان، الوان لينك. قال لك انا عايز شبكه فيها تو هوست. طيب تو هوست يعني فتحه للراوتر، او سوري اي بي ادرس للراوتر ده واي بي ادرس للراوتر الثاني تمام، بس دي شبكه لازم يبقى ليها نتورك اي دي صح وبرودكاست اي دي. يبقى اذا انا هزود على الاثنين دول اثنين، واحد للنتورك اي دي وواحد للبرودكاست اي دي. وانا عايز شبكه بتتكون من 4 اي بي ادرس، اثنين مش مستخدمين الكمبيوتر بيستخدمهم لوحده او الديفايسز بتاعت النتورك بتستخدمهم، واثنين انا بحطهم على الاجهزه اللي عندي. فقال لك الشبكه ديت هتبقى سلاش 30. اعمل مساله نمبر اوف هوست وشوف كام يديني 2 × كام يديني 4 وهكذا، هتلاقيها طلعت سلاش 30 تمام. طيب السلاش 30 عدد مهول من الشبكات. بص كل الشبكات دي يا جماعه، يبقى كل الرقم عند الشبكه 0 4 8 الى اخره. طيب احنا هنبتدي منين في الشبكات ديت؟ لازم اعمل ديد لكل اللي انا استخدمته. يبقى انا استخدمت لحد الشبكه كام؟ 192 صح كده؟ ادي النتورك اي دي، ده اخر نتورك اي دي انا استخدمته في اخر ديبارتمنت 192. يبقى انا هاجي هنا، ادي الشبكه 192 خلصت، احنا وصلنا لحد 223 صح؟ نرجع هنا 223. يبقى اخر اي بي ادرس انا استخدمته 223، يبقى المفروض النكست ادرس يبقى 224. يبقى انا هاخد من اول 224 صح، وانا ماشي براحتي بقى معايا كل الشبكات دي. كل شبكه من دول هتديني 4 ادرس، منهم 2 واحد نتورك اي دي واحد برودكاست، ومنهم 2 تستخدمهم في البيسيز بتاعتك او في الراوتر بتاعتك. فانا محتاج كام وان لينك؟ محتاج 3 صح؟ فهو خد لك 3 صمت بدايتهم من 224. وانت فاهم ليه؟ لان كل الشبكات اللي احنا استخدمناها قبل كده او رنجات الاي بيز اللي احنا استخدمناها قبل كده ما ينفعش اخدها معايا في الفاليبل لينس صمت مصر،
فهبتدي من حاجه جديده وهي ال 224 وخدت الشبكه 228 وخدت الشبكه 232 طبعا هنا الفيرست اي بي واللاست اي بي وادي البرودكاست وهكذا. فدول الثلاث شبكات هاخدهم احطهم في كل وان لينك عندي. ادي الوان لينك الاولانيه طبعا السبنت ماسك هتبقى 252 لان هي سلاش 30 بس هيشتغل ب 224. هنا السبنت ماسك نفس الكلام بس هيشتغل بالنتورك اي دي 228 وهنا 232. يبقى انا كده يا جماعه ببساطه خلصت الفاريبل لينس سبنت ماسك. القصه سهله جدا وبسيطه مش عايزه تلخبطك. هي عباره عن مجموعات من الفيكسد لينس سبنت ماسك. يعني كل العمليات الحسابيه اللي احنا عملناها في الفيديوهات اللي فاتت هي مبنيه عليها تمام، ولكن هي بس ليها شويه رولز. ايه هي؟ نلخصهم كده ببساطه. يبقى اول حاجه انا برتب من الكبير للصغير على حسب عدد الشبكات تمام، واخد كل شبكه اعمل لها فيكسد لينس سبنت ماسك، اقطعها لشبكات متساويه تمام، واخد اللي يناسبني منها واسيب الباقي تمام. فخدت الشبكه الاولانيه خلاص، خدت اللي يناسبني منها وسبت الباقي. اجي على الشبكه الثانيه اقطعها بما يناسبها. يعني الشبكه الاولانيه كان كنا محتاجين كل هوست او كل جهاز يبقى مثلا 128 او سوري عدد الاجهزه تبقى 128 صح كده، او هتبقى 126 يعني عشان نختزل الاثنين البرودكاست والنتورك اي دي. الشبكه الثانيه قال لك 64 فاخدها اقطعها على اساس ال 64 ولكن اتجنب كل الادريسز اللي انا خدتها في الشبكه اللي فاتت وهكذا. اخد الشبكه اللي بعديها اتجنب كل الادريسز اللي انا خدتها في الشبكات اللي فاتت وهكذا. بس فهي دي كده يا جماعه بكل بساطه الفيكسد لينكس سبنت ماسك. يبقى انا عندي اهو بقى القسم بتاع الديبارتمنت شغال سلاش 25 وخدنا شبكه واحده منه، والقسم بتاع البرودكشن شغال سلاش 26 وخدنا ايضا شبكه واحده بس، القسم بتاع الادمنستريتيف سلاش 27 وخدنا شبكه منه، الوان سلاش 30 وخدنا ثلاث شبكات منه بس. فكده تبقى خلصت الفيكسد لينس سبنت ماسك. ارجو ان هي تكون وصلت. خد اكزامبل او خد مثال وابتدي طبق عليه. طيب حاجتين بصوت بقى علشان نقفل قصه الاي بي ادرس. اولا الاي بي ادرس احنا عارفين ان احنا بنشتغله بطول يا جماعه، يعني انا مش هقعد اضيع وقتي في ورقه وقلم في الريل لايف واقعد اكتب واعمل سبنتنج واحل مسائل طبعا مفيش الكلام ده. احنا بنستخدم تول اسمها مثلا الادفانس سبنت كالكوليتور، وفي تولز كتيره هي بتقسم لي الشبكات على طول وانا باخد احتياجاتي منها وابتدي ارميها عندي في الشبكات في الديكومنتيشن بتاعتي، ودي احنا كنا وضحناها في الفيديوهات اللي فاتت. طيب شويه معلومات بس بسيطه كده هتفيدنا قدام. بيقول لك في حاجتين اسمهم الكلاس 1 والكلاس ليس، هم برضو بيعتبروا ترمينولوجي للفيكسد لينس سبنت ماسك والفاليبل لينس سبنت ماسك. يبقى بكل بساطه الفيكسد لينس سبنت ماسك اقدر اقول عليه كلاس فول سبنتنج تمام، وده هيفيدنا قوي في القصه بتاعت الراوتنج قدام. طيب والفاليبل لينس سبنت ماسك يبقى اذا ان الشبكات كلها او كل شبكه فيها عدد متساوي من الاجهزه، ده كده اسمه كلاس فول او فيكسد لينس سبنت ماسك. فاليبل لينس سبنت ماسك ده اسمه كلاس ليس، يعني الشبكه بيكون فيها عدد غير متساوي من الاجهزه ببساطه. وقال لك الكلاس فول بيشتغل طبعا مع الراوتنج بروتوكول. انا قلت لك هي هتفيدنا قوي في قصه الراوتنج بروتوكول، الريب فيرجن 1 والاي جي ار بي، ودول بالفعل اتلغوا. والكلاس ليس بيشتغل مع الريب فيرجن 2 والاي اي جي ار بي والاو اس بي اف، وهنتعرف عليهم ان شاء الله في الجزء الخاص بالاي بي راوتنج. بكده احنا نكون قفلنا الحته بتاعت الفي ال اس بشويه المصطلحات البسيطه اللي انا كنت عايزك تفهمها فيها. طيب انا عايزك تعرف ايه تاني يا جماعه؟ عندنا حاجه اسمها الوايلد كارد ماسك، يفضل ان انت تعرفها دلوقتي بتشتغل مع الراوتنج، او خلينا ناجل الوايلد كارد ماسك للجزء بتاع الاو اس بي اف. بس انا عايزك تقف بقى وقفه مع الصوره دي، لان دي يا جماعه الريكومند يوز للسبنت ماسك. ببساطه لما تيجي تشتغل سبنت ماسك على كلاس اي، كلاس اي بيشتغل من 8 لحد 15 تمام، يبقى الجزء ده كده خاص بكلاس اي.
طيب هشتغل على ايه يا جماعه؟ ما تجيش تعمل لي سبنت ماسك على كل البلوكس اللي في كلاس ايه. قال لك لا، خد بس البلوكس الاولاني تمام واشتغل عليه لحد ما تقفله، وسيب الباقي ده للهوستس. يبقى ده الريكومند يوز بالنسبه لكلاس ايه. طيب كلاس بي نفس الكلام، الجزء ده كده كده بيعبر عن الشبكه والباقي ده عن الهوست. فقال لك لما تيجي تقترب اقترب من اوكت واحد بس. تمام نفس الكلام في كلاس بي، كلاس بي الجزئين الاولانيين دول بيعبروا عن النتورك، والجزئين التانيين بيعبروا عن الهوست. فلما تيجي تقترض وتعمل سبميتنج، خد جزء واحد بس من الشبكات من ال او اوكت واحد بس من اللي بيعبروا عن الهوست واعمل عليه السبميتنج، وسيب الباقي ده للهوست. تمام وما الى ذلك في كلاس سي. كلاس سي طبعا هو مش هيبقى ناقص لك الا اوكت واحد وهتشتغل عليه، فده ريكومند يوز في السبنت ماسك. ارجو ان القصه كده بتاعت الاي بي ادرس بالسبنت ماسك تكون اتقفلت. اشوفكم على خير ان شاء الله في سلسله جديده بقى في الاي بي فيرجن 6، والسلام عليكم ورحمه الله.